فماكو صناعي بالعراق. بالمناسبة عدد المصانع بالقطاع الخاص المتوقفة والمندثرة بلغ 50,000 مصنع، 50,000 مصنع نتيجة الإيقاف تم الاندثار. الاندثار يعني هذا القطاع الخاص فقط للأسف. المصرف الصناعي لا يختلف في جزئية من جزئياته في موضوع انه الصناعي تقول له روح للمصرف الصناعي، المفروض المصرف الصناعي يسهل اجراءات معينة. اللي جاي يصير حلقة وكأن الموظف، مع احترامات طبعا الموظفين النزيهين، وكأن الموظف وجد في تلك الدوار لعرقلة وابتزاز، عرقلة وابتزاز، تبدأ العرقلة ثم بعدها يضطر الصناعي الى ان يبتز. ففشل المصرف الصناعي فشل ذريع، يعني فشل غير طبيعي، بحيث الصناعيين ابتعدوا. يرجع الصناعي يلقى ان وزارة الصناعة ايضا ما تسند في اي موضوع. مثلا الموضوع هو احنا نسميها بالجلفي، تنحل بحلب وكل شيء ما تحصل. يعني انت مالاتك يرحل واكو امثله، يعني انت ذكرتي يعني حتى اذا يتم ابتزازه هم ما يحصل بعدين ويدفع، هم ما يحصل شيء. انت شفت الشكوى المقدمه لدائره النزاهه من دول الصناعيين؟ يعني اذا نستطرق، وما بدي استطرق بذات الحلقه، يعني اعطي نبذه عامه انه المصرف الصناعي مثلا، مثال عقارات الدوله